السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور عماد قدري أبو علي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة ومستشفى أمنيات سوهاج. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاذ الله على الأمة الإسلامية للخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الساعة عالميا، وهو موضوع فيروس كورونا. طبعا المشكله ان فيروس كورونا واخد الضجه دي عالميا بسبب ان في حالات وفيات كتير ليه على مستوى العالم، وبسبب ان هو فيروس يعتبر مستجد تحول من سلاله قديمه من هذه الفئه ومن فئه فيروس الكورونا. كل القلق والرعب من فيروس كورونا، لان فيروس كورونا المستجد اصبح ليه مستقبلات ان هو يستقر بها على جدار خليه الحويصلات الهوائيه الموجودة بالرئة، وهي المسؤولة أساساً عن إتمام عملية التنفس. الفيروس ده مش إن هو ليه مستقبلات بس يستقر بها على جدار الخلية، لكن يستطيع أن يصل إلى النواة داخل هذه الخلية ويتكاثر بداخلها. التكاثر داخل الخلية بينتج عنه الآلاف والآلاف من الفيروسات. وبهذه الحالة بتزداد خطورة هذا الفيروس، لأنه لم يصبح فيروس واحد موجود داخل الحويصلات الهوائية بالرئة، أصبح آلاف الفيروسات. في هذه الحالة بيتنبه الجهاز المناعي للجسم بأن في فيروس أو في جسم غريب داخل الجسم، وبالتالي بيرسل الأسلحة والخلايا الدفاعية بتاعته للتعامل مع هذا الفيروس، وده بتبقى فيها اختلاف من شخص لآخر على حسب قوة هذا الجهاز المناعي الذي يستطيع أن يتعامل مع هذا الفيروس الشرس. فإن كان الجهاز المناعي قوي، وإن كان هذا الشخص في سن صغير ولا يعاني من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والضغط والسكر والكبد والكلى ومشاكل مزمنة في الرئتين، وخاصة مرضى حساسية الصدر أو ما يسمى مرضى الرب الشعبي، ففي هذه الحالة بيستطيع الجهاز المناعي أن يتغلب على هذا الفيروس ويتمر الأمور بشكل بسيط، وبيستطيع الإنسان أن يتعافى في خلال فترة معقولة، ليس فترة وجيزة ولا فترة طويلة. ولكن لو كان الجهاز المناعي ضعيف لهذا الشخص ولا يستطيع التعامل مع هذا الفيروس بسبب ضعفه، فبالتالي بتتطور الامور لمشاكل في التنفس، ونضع المريض على اجهزه التنفس الصناعي، وفي حالات لا قدر الله بتتطور للاسف الى الوفاه. طب احنا دلوقتي المفروض ايه هو المفروض اللي احنا نعمله عشان نتجنب الاصابه بهذا الفيروس؟ اول حاجه طبعا ان احنا نتجنب التواجد في الاماكن المزدحمه بقدر المستطاع. عدم الخروج من البيت الا للضروره القصوى. استعمال الماء والصابون لتنظيف الايدي باستمرار، وعدم ملامسة اي اسطح مهما كان. وبعد ملامسة هذه الاسطح يجب تعقيم الايدين. لو كنا خارج البيت يكون معانا زجاجة كحول ايثيلي 70%. المفروض ان احنا بنكون في البيت بقدر المستطاع، ما نطلعش الا للضرورة القصوى. ولو خرجنا من البيت المفروض لازم ان احنا نلبس كمامة، لازم يبقى نلبس جوانتي. المفروض بعد ما نروح البيت المفروض بنخلع الهدوم بتاعتنا، الملابس اللي احنا لابسينها ديت، وان احنا نطبعها في الغسيل مباشره، ونكون لابسين جوانتي اثناء خلع هذه الملابس، علشان ان الفيروس ده بيكون برضه موجود على الاسطح لمده تصل الى ايام، لدرجه انه موجود على سطح الهاتف المحمول لمده تصل الى 4 ايام. بالنسبه لنا المفروض في البيت لازم يبقى في تعقيم يومي للاسطح والابواب وللحائط باستعمال الكلور. الكلور طبعا بالنسبه لفكره بسيطه، الناس عشان تعرف تخفف صح، المفروض ان انا بجيب زجاجه لتر ميه. لتر الميه ده انا المفروض باخد منه 20 سنتي واضع مكانهم 20 سنتي من الكلور. في الحاله دي انا حصلت على لتر كلور مخفف. المفروض كميه الكلور اللي انا بحتفظ بيها المفروض ما تزيدش عن 24 ساعة، يعني لو حضرت النهارده الكلور مثلا الساعة 12 الظهر، المفروض اتخلص منه بكرة الساعة 12 الظهر، ما ينفعش الكمية اللي جاية إن أنا استعملها في تنظيف الأسطح أو الأبواب أو أي شيء معرض للمس في البيت. المفروض إن إحنا ما
نوعي الناس بقدر المستطاع ان الفيروس ده ما ينفعش الاستهتار بيه، ويكفي ان الاعلام قائم بدور جيد جدا وبيعرض لنا يوميا مش هقول كمان يمكن بالساعه تطورات هذا الفيروس وهذا الوباء العالمي على مدار الساعه عالميا، الاحوال ماشيه في البلاد اللي استهترت بهذا الفيروس وصل بها الامور لايه. فان شاء الله المفروض درجه الوعي عندنا تكون افضل من كده. المفروض انا دلوقتي عندي اولاد في البيت او اي حد في افراد الاسره بغض النظر عن ان هم اطفال، المفروض انا اقوي المناعه بتاعتي ازاي في خلال هذه الفتره. طبعا المفروض ان احنا بنشجع الناس وننصحها ان هي تاكل الفواكه الغنيه بفيتامين سي، واهم هذه الفواكه زي اليوسفي والبرتقال واليوافه والفراوله والكيوي والموز، وخاصة الجوافة فيها نسبة عالية من فيتامين سي، ده بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار. وبالنسبة للأطفال اللي هم في مرحلة الرضاعة، يا ريت الرضاعة الطبيعي تكون بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن هي أفضل شيء لتقوية مناعة الأطفال إن هم ما بيهلوش في هذا السن. ولو الأم بتشتكي إن كمية اللبن عندها مثلا قليلة لأي سبب من الأسباب، في من ضمن المستحضرات الكويسة خالص إن احنا بننصح بيها في الفترة دي أقراص اسمها بريستو، دي حاجة للمضر ممتازة خالص، سبب فعاليتها في خلال الأعمية الأخيرة بالنسبة للأمهات المرضعات، وإن ليها قدرة على إدرار اللبن كويس، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم الصحة والعافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.